مفروشين في وسط الكلمة. جيد جدا يا أطفال، يكون لديه خطان، خط من هذه الجهة والخط من هذه الجهة، خط من هذه الجهة كي يمسك حرف، وخط من هذه الجهة كي يمسك حرف آخر. تابعوني مع السبورة. حرف الشين في وسط الكلمة، خط أفقي قوس صغير قوس صغير وخط أفقي، وثلاث نقاط فوق الرأس، وثلاث نقاط فوق الرأس. نعطي مثال حول حرف الشين في وسط الكلمة. حرف الشين في وسط الكلمة مثل كلمة عشبون. جيد جدا يا أطفال، مثل كلمة عشبون. حرف الأول حرف العين، والحرف الثاني اللي في الوسط هو حرف الشين. خط أفقي قوس صغير قوس صغير وخط أفقي، وثلاث نقاط فوق الرأس. عشبون عشبون. حرف الشين في وسط الكلمة، حرف الشين في وسط الكلمة يكون لديه خطان كي يمسك حرف قبله وحرف بعده، يكون في الوسط، يكون في الوسط. جيد جدا يا أطفال، وكيف نكتب حرف الشين في آخر الكلمة؟ من يساعدني؟ جيد جدا يا أطفال، نكتبه قوس صغير قوس صغير وقوس كبير للأسفل، وقوس كبير للأسفل، وثلاث نقاط فوق الرأس، وثلاث نقاط فوق الرأس. نعطي مثال على حرف الشين في آخر الكلمة مثل كلمة كبشون. كبشون. جيد جدا يا أطفال، كلمة كبشون حرف الكاف وحرف الباء وحرف الشين في آخر الكلمة. حرف الشين في آخر الكلمة، قوس صغير قوس صغير وقوس كبير للأسفل، وثلاث نقاط. كبشن كبشن، حرف الشين في آخر الكلمة. نعيد يا أطفال، حرف الشين في أول الكلمة، حرف الشين في وسط الكلمة، وحرف الشين في آخر الكلمة. والآن يا أطفال سنكتب حرف الشين بالحركات، سنتعرف على نطق حرف الشين بالحركات. نتابع معك السبورة يا أطفال. حرف الشين بالحركات، حرف الشين قوس صغير قوس صغير قوس كبير، قوس صغير قوس صغير قوس كبير، وثلاث نقاط. جيد جدا يا أطفال. يا أطفال حرف الشين فتحة، وحرف الشين بالضمة، وحرف الشين بالكسر. الآن يا أطفال كيف نقرأ حرف الشين في أوراق بالفتحة؟ عفوا، كيف نقرأ حرف الشين بالفتحة؟ شين فتحة شا. جيد جدا. شين ضمة شو. شين كسرة شي. نعيد يا أطفال، شين فتحة شا، شين ضمة شو، شين كسرة شي. نعيد مرة أخرى، شين فتحة شا، شين ضمة شو، شين كسرة شي.